يسلموا، تعبنا ما راح ببلاش، البيت عم يضوي ضوي. شكرا، عذبتك معي، بس لا تعيديها. شو قصدك؟ ما عود اجي يعني؟ شو هالحكي هاد؟ بس ما بدي اياكي تتعبي، هاد البيت بيتك يا امي، ليش هيك فهمتي؟ حبيبتي انا ما راح ارتاح الا لما اشوف ولادك جنبي. ماريكا الليله ما بتروحي على الاوتيل، حبيناكي رح تبقي عنا. انا بتشرف والله. بس بدي نام بغرفة حفيظة بعد إذنك. ما بقبل. رح أجهز لك غرفتي ماريكا خانو. لا لا، أنا بدي بغرفة حفيظة. مثل ما بدك. حكي ماريكا أثر فيني كتير. صح، بس هاليوم كان حلو. هلا حكي عني لإلو. شو عرفك؟ على الأكل. كانت عم تطلع بنظرة غريبة. كيف يعني؟ مركزة، بدها تعرف شي، طلعت كأنه عرفاني إنه صاير معي شي. مو معقول سهاد، شوي تانية كمان رح تقلي شو حكينا. شو عم تعمل؟ ليش عم تصرخي؟ ارتعبت لما شفتك. إذا فتت على غرفتك ولقيت حدا واقف بالعتمة مثل الحرامية، ما بتخاف رضا بيك؟ طبعا لا، ليش لخاف؟ شو ساكن لحالي؟ يعني أكيد هذا حدا من البيت. حلمي، أترك هذه الرسالة ومعها هذه الصورة الجامدة. سيأتي يوم وينتهي هذا الشوق، وسيأتي يوم ونعود إلى بلادنا. حتى ذلك الوقت لا تنسني، وقد نذهب دون عودة، وقد أعود ولكن لا أراك. إذا كان هذا قدرنا فليكن الوداع. والله ما بعرف شو بده يعمل، هالمشكلة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر، وهلأ شو رح نتصرف؟ لا يا عمري، لا يا روحي، لا تبكي، لا تبكي حبيبتي. خلص خلص، لا يا حبيبتي، لا لا تبكي إيلول. شفتي شو صار؟ هي هي بنت المدينة وهذا هو أسلوب حياتها. أنا كنت منتبهت لهم، شو رح نعمل؟ وأنا شو بيعرفني؟ فايتي على غرفتي مشان كمل خياطة تيابي وما دخلني.
ألو سهاد؟ هلا عمي عرف اللي بيناتنا إنك عم تبقى عندي بالبيت، ولما عرف عصب كتير. ما بعرف شو ناوي يعمل، أكيد بيكون هلا عم بيدور علينا. بسيطة، إيه شو فيها؟ بده يشوفنا منحكي معه. سهاد، أنت بتعرف إنه هالزلمة ما عنده تفاهم، بتعرفه لما يعصب. أنا برأيي نتركه شوي ليهدى، وبلا ما نتواجه معه، نتركه ليهدى شوي ومنحكي معه. لازم اختفي شوي، يعني أنا وأنت. شو دخله؟ هو شو له دخل بحياتنا؟ ايه بعرف، بس مشان ما يخبص معك بالحكي بلا ما يشوفك هلا. تمام، طيب انت بالمحل؟ ايه هلا اطلع. طيب مسرة، جاي رضا بيك، انت ما شفتيني ابدا. تمام تمام. يا سلام، اخيرا الشغله صارت رسميه هيك لاصول. ها اهلا وسهلا. كيفك؟ انا اليوم مشغوله وما راح اروح معك مشان تعلمني السواقه. ها منيحه ربتي خير، من شو بدي اهرب رقية؟ هلأ بتدعسي على الدبرياج، بتشغلي السيارة وبتدعسي شوي شوي على البنزين. شو صار؟ شو؟ اشتغلت السيارة. ايه وبعدين؟ بنزل فرام الايد. نزلي وبعدين؟ الفوتيس لقدام. ثانية لعلمك، هون الفيتيس. بترفعي رجلك عن الدبرياج وبتدعسي على البنزين شوي شوي. وينون؟ مين؟ مين يعني؟ هلا وسهاد. شو بيعرفني؟ لسه ما اجو. شلون ما اجو؟ هلا تركت بنت عنا، وين راحت بعد ما طلعت؟ والله ما بعرف، ما عندي اي فكرة. ولك اذا عم تكذبي. ليش لحتى اكذب؟ عم قلك ما بعرف وما شفتها، واحسن ما تسألني اتصل فيها، حكيها واسألها. منيح والله، يلا تيسر. مسرة، لا تحكي شي فخري، انا معصبة هلا. ليش هيك عم تحكي معي؟ شو ساوي هنا؟ انا كتير بخاف على سمعتي، وما حدا بالضيعة بجيب سيرتي بالعاطل. ما بدي هلا اتشرشح واتبهدل على اخر عمري. بس يا مسرة، انه بكرة رح سجل بدورة تعليم السواقة، وقتها رح اتعلم السواقة عن جد. ايه ستي احكي، عم اسمعك. ليش هيك ساكتين؟ شو احكي؟ شو بدي احكي لك؟ يعني انتو فسرتوا حكي قالول على كيفكن وما فكرتوا تسمعوني. ليش نحنا حكينا شي هلا؟ لا ما حكيتوا شي، بس وجوهكن عم تحكي. يعني شو بدنا نعمل؟ نقوم نرقص؟ تعي لنقوم نشرب كاسة حليب، شو رأيك؟ انا آسفة امي لاني خبصت بالحكي. لا يا روحي، انتي ما عملتي شي غلط وانا ما غلطت. ما شاء الله ما شاء الله، غلطانة ولك عاد تحكي كمان؟ لا ما غلطت. اسمعيني، نحنا كنا منعرف وساكتين، بس اللي عم تعملوه غلط كبير، ما بيناسبنا ومو من عوايدنا، ومن حقنا نحنا وعمك ننزعج ونعصب. نحنا مسلمين مالنا كفار، هالشي بيأثر على سمعتنا. نحنا رح نكتب كتابنا ويمكن بوقت كتير قصير، بس كمان ما بنقدر ناخد هيك قرار بسرعة. بالله شو؟ يعني لا تتعودي عليه؟ ايه لا اتعود عليه. انا بخاف على نفسية ايلول وبدي اتأكد انها عم تتقبله، يعني ما بدي بنتي تتعقد. اتطلقت بعدين مات ابوها وبلشت معي حياة جديدة،
مرت بظروف صعبة كتير وهي صغيرة، ما بعرف كيف قدرت تصمد وما تنهار. ساعدتوني كتير بهالموضوع وبتشكركن، وما رح انسى هالمعروف طول عمري. هلأ المهم، لهيك ما بقدر أعمل شي. بقول لقيلول عمو سهاد هو أبوكي الجديد، قيلول بتفكر فيه على أنه صديق وبس. ما تواخذوني، بس أنا ما بيهمني شي أكتر من بنتي وسعادتها. إذا ما بدكم تحكوا أنا رح روح. ليك وإجا رضا. هلا يلا هلا اطلعي اطلعي بسرعة. ليش راكدين وراي؟ روحوا افتحوا له الباب. ايه والله ليكني جاية جاية. خير؟ ليش واقفين على الباب؟ بعد ما كسرت كاسة الشاي ضلينا هيك ما عرفانين شو القصة. حضري لي لقمتين لأكلهم من الصبح وأنا على لحم بطني. يلا أنسة أيلول، هاي حضرت لك كاسة الحليب، خلينا نشربها برا. لا تخافي بنتي ما صار شي. اتنيناتهم ما ردوا على الموبايل، وهي الشغلة اللي جننتني أكتر. بس أنا بورجيهم، حسابهم رح يكون عندي. ألو؟ سهاد وين أنت؟ والله ما بعرف وين، ليكني عم بمشي وما بعرف لوين. مو أنت قلتي لي اتخبى؟ إذا رحت على القهوة بخاف يجي وما بقدر روح على المحل. عم أقول لحالي بركي بطلع على المريخ مشان ما يشوفني عمك. ها شفتي؟ أنا مشانك مستعد أعمل أي شيء، وهلأ كرمالك عم بمشي مثل الشحال. بدك تتحمل وتصبر شوي، إجتني فكرة بس ما بعرف إذا بتوافقني. يلا أنا رايح. بدك شي يا عمري؟ شو هالريحة الحلوة هاي؟ حسان رح أطلع مع أمي عالسوق وبدي مصاري لأشتري غراض. إيه مثل ما بدك يا قلبي. قلي لي شو المبلغ اللي بتحتاجيه؟ ما بعرف حسان، أنا جاي عبالي لاقي شغل. تلاقي شغل؟ إذا لازمك مصاري خدي قد ما بدك. لا مو هيك. لا تفهميني غلط، على فكرة أنا ما بعارض شغل المرة بنوب، بس يعني أنت حابة إنه نحكي هلأ؟ أي يلا نحكي. ليكي فكرة إنك تكوني معلمة صعبة ويمكن ما بتزبط بنوب، والشغل بأنقرة كتير صعب ومستحيل تتوظفي. حسان خلي حكيك واضح. بس لا تعصبي. ها لا يا عمري، أنت معك بكالوريا، أنت مثقفة، بس ما عندك لغة ولا كمبيوتر، على أي أساس بدك تشتغلي؟ عصبت. إيه اتفقنا ما تزعلي، بعدين ما حكيت طيب شي. طيب سكر على الموضوع. أنا هلأ رايح الشغل وما رح أتركك زعلانة، رح أضل متوتر. لك أنا ماشي الحال، لا تنسى اللي حكيته رح ذكرك فيه. حبيبي شو هالحكي اللي عم تحكي معي؟ أنت ما بتعرف مؤهلاتي حسان، وبكرة بتشوف كيف رح أشتغل شغلة منيحة. يلا روح على شغلك. مرتي واحدة مجنونة. يلا يلا روح. من وين جبتي هالفكرة؟ يعني مو معقول نروح لعند لؤي مشان يخبينا عنده. إذا فكرت بهالطريقة ما رح تعجبك، بس من ناحية تانية بتلاقي إنه رح نضرب عصفورين بحجر. أول شي رح نطلع على اليخت، وتاني شي رح نطلع من جو هالتوتر. ها؟ وهي وصلنا، يمكن هذا هو اليخت. أحسن شيء إنه ما حدا رح يقدر يلحقنا على البحر. بس ما بتعرفي، يمكن عمك يلحقنا بهليكوبتر ويجيب فرقة العمليات الخاصة. شو هالسيرة؟ يا لؤي بيك؟
ها شو عم تعملي؟ استني شوي. شو فيها إذا تسلينا؟ ما فيها شي. بدك الصراحة أنا مو حابة أفكر بعمي وحابة أتسلى. يا لؤي بيك. هلا سهاد؟ لؤي بيك؟ ما عم يردوا. يلا رح نروح نسأل أجهان، يا مخبيتهم عندها بالبيت يا أما بتعرف وينهم. رضا 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 لا تفضحنا مع العالم. شو جنيت؟ ليش بدك تروح لعند الجماعة؟ استنى استنى على مهلك. بتقيم من العجينة شقفة هالقد تقريبا، ماشي؟ لازم تكون العجينة لا كبيرة ولا صغيرة، يعني عملها بهالحجم تقريبا. ماشي. بتمسكها مثلي مثلك وبعدين بتعصرها على مهلك شوي شوي. تمام. شفت؟ وبعد ما تعصرها لازم تطلع طابة صغيرة بهالشكل، وهي الطابة هلأ نجي منخزقها من نصها بإصبعتنا بهالطريقة هاي مشان نفتح لها فتحة من نصها. ها؟ وبعدين بدك تشيلها من إيدك شوي شوي وتحطها بالطنجرة، فهمت؟ عمل وحدة هلأ. يلا أول شي مناخد قطعة صغيرة من العجين هالقد وما منكتر. ايه تمام. وبعدين بعصبة. استنى شوي استنى رضا وقف خلينا نحكي شي كلمتين، ما بدنا مشاكل. الله يخليك يا رضا. يا ابني ما بتحكي كلمة لو قطعت راسها. رضا استناني شوي. يا الله شايف يا أبي ما بيقدر إلا ما يعمل مشاكل. شوفي رقية لوين راحوا كلهم بسرعة؟ راحوا لعند أشجان. وهي شو إلها علاقة بهالقصة؟ قال هي اللي مخبيتون. طيب خالي حفيظة خلينا نرجع لشغلنا لو سمحتي. يلا مسكنا القطعة وعصرناها بأصابعنا. لك شوي شوي شوف كيف طلعت من هون، وهلأ أخزقها بإصبعك من النص. خزقتها فتحة صغيرة. ها ها ومن شيلة. نصة شيلة رح شيلة زدتها. يلا شو ملزقة؟ لك شو هالشغل؟ ما بصير هيك عصرتها كتير. تعا عيدة تعا. يلا أمي. يلا جاي منيح يلي بكرتي. إسماعيل نحن رايحين على السوق. يلا تعالي. سهاد عندك؟ لا. ليش ابو سهاد؟ وليش هيك فايت علينا؟ بالله لا تواخذينا ست أشجان. وينه؟ ونحن شو بيعرفنا رضا بيك؟ يا رضا مثل ما انك شايف ما لهم خبر بالقصة، دخيلك ولا شو القصة؟ ما رح تقول شو فيه؟ لا تكونوا مخبينه جوا. ها اتفضل رضا بيك. عمين عم تسأل؟ ست أشجان القصة ان سهاد وهلا صايرين عم يبقوا بالبيت مع بعض، ونحن اول ما عرفنا بهالشي وهن خافوا لما عرفوا انه نحن عرفنا، يعني لانه سهاد وهلا خافوا وهربوا لشي محل. ست حميدة انا ابني ما بيهرب وما بيخاف من حدا كمان. مزبوط. شو ما صار ما راح يهرب. سهاد مثل السبع ما بيخاف من اي شي. بالله شو من وين جايب هالحكي؟ لكان ليش متخبي هلا؟ من الصبح وانا عم بتصل فيه كل دقيقة وما عم يرد علي. بيصير هيك؟ اخذ البنت وهربان معه وما بنعرف وينهن. رضا بيك دير بالك، كم سنه صار لنا جيران؟ شفت مننا شي مو منيح؟ والله هلا عم شوف. لا ست أشجان نحن ما كان قصدنا شي، بس يعني يلي عمله سهاد غلط ومو كتير حلوه بحقنا. طيب طولوا بالكم هلا بتصل معه وبشوف وينه. ها انا برايي انه كلياتنا نقعد سوا ونحل الموضوع بهدوء. يعني ما تواخذوني، بس كان لازم تجوا لعنا وتطلبوا ايد البنت، بقى مشان هيك الحق عليكم انتو كمان. شو ما عم يرد عليك؟ مسكر يمكن ما في تغطية. بالله شو بس أنا حاسس إنه ما معك رصيد وما كنت عارفان وعم تحاول تدق له. لا هيك كتير زودت رضا بيك. إيه شو هاد جاي لعنا من الصبح وعم تبهدل فينا كمان؟ لا تكبري الموضوع، نحن بس جايين نسأل عنهم. والله أنا ما بعرف وينهم. نحن جينا سألناكم وين بنتكم، أحسن ما تبهدلونا روحوا ضبوها. لا أمي عيب هالحكي يا أشجان ما بيصير. أشجان خانو محترمي حالك أحسن لك. ها بدك تعلمني الاحترام؟ والله يلي بيته من إزاز ما بيرمي العالم بحجاره. ديروا بالكم لا تخلوني جن عليكم. ها يلا لشوف فرجينا حالك. إذا أنت مجنونة أنا مجنونة أكتر منك. يلا أحكي اللي بدك إياه، ولا مو شاطرة إلا بصريخ. بدي شوف صوت مين رح يكون أقوى. حميدة اسكتي أحسن ما أنتفلك شعراتي. ها بالله شو لك أنت لساتك ما بتعرفيني. لك أنا بنتفلك شعراتك وبخليكي مثل الدجاجة الجربانة. انبسطتي هيك حميدة؟ خليكي على جنب.
طالما هيك تعي وجهي فيها اشجار. رضا بعد انت ولا تتدخل، لك انا بفرجيك. والله لا تتدخل يا اشرب من دقن كمان. خلاص انا على حميدة، انا بفرجيك. تعي لك شوي تعي لك انا بفرجيك. بس والله انا بفرجيك. آخ يا ترى شو بيكونوا عاملين؟ نتصل فيهم مشان ما يقلقوا؟ خلص لا تشغلي بالك، بيكونوا قلبين الدنيا علينا بس. أنا بعتذر يا جماعة، ماني حابب إني أزعجكم، بس يا ريت نخلص هالموضوع ونروح على الاجتماع بقى. طبعاً، بس خلينا لحتى نخلص العصير، شوي شوي. حنان شو هالموضوع المهم لهالدرجة؟ لقوا عم تخليني مشانه قابلك بالسر مثل الأشياء بالحارات. شكراً كتير رقية، والله خفت ما ترضي تشوفيني. بصراحة فكرت بهيك شي، خاصة بعد اللي عملته، يعني بتعرفي صار في شرخ بين العائلتين. شو هالحكي رقية؟ شو دخلني أنا لحتى تقطعي علاقتك فيني؟ طيب طيب، ما عندي وقت، احكي اللي عندك. خير إن شاء الله، لتكون الوصفة اللي عندك خلصت. لك لا طبعاً، جيت احكي معك بموضوع تاني. يلا احكي لكان، ليش عم تلفي وتدوري؟ أنا كتير مشغولة اليوم، بس فيكي تسأليني شو ما بدك ولا تخافي رح جاوبك. بعرف هالشي رقية، أنا منشان هيك إجيت لعندك. قررت أني أشتغل، كتير مليت. عملتي المزبوط لما إجيتي لعندي. كيف يعني؟ ما فهمتي علي؟ لك أنا اللي بقصده بحكي إنه شغلك عندي. عم تحكي جد رقية؟ وين؟ لكن خليني بلش. استني شوي، على شو مستعجلة؟ نحن محتاجين موظفة. بعد ما استقالت حسيبة من الشغل نجدة بيك عم يدور على غيرها. رح اطلع على التلفزيون؟ ما بعرف شو رأي حسان، بس أنا ما فيني اشتغل هيك شغل. لك لا مو هيك، رح تشتغلي سكرتيرة، يعني رح تستلمي الإدارة عنا، بتزبطي كل أمور المكتب، بتردي على التليفون وبتنظمي كل المواعيد وبتحولي المكالمات على الاستديو. بس بتعرفي لو انك بتشتغلي على الكمبيوتر بيكون احسن، بس لا تخافي انا رح اوصي فيكي مشان يقبلوكي، بس بشرط تسمعي كلمتي. ها خلص انا تحت امرك. وقديش رح يكون الراتب؟ لانه هي شغله مهمه، مصاريف البيت. لا هيك زودتيها، شو بيعرفني انا؟ اول شي رح نختبرك بعدين بنحكي بالراتب، بعدين ما بيصير تتكبري على هيك شغل، اصلا في كتير غيرك حابين يشتغلوا معنا. لا رقية مو هيك، كان مجرد سؤال. خلص مثل ما بدك، قولي لي امتى رح بلش بالشغل. هلا نحن مجتمعين هون وعم نحكي بخصوص الشغل، بس مو لازم يكون رضا بيك معنا؟ هو مو عجبه العجب وصاير عم بيطنش، بس ما هيك لازم يكون موجود معنا. مزبوط، رضا بيك كان من المعارضين اول شيء على فكره التصميم الاناني، بس تغير رايه الحمد لله. عمك تفكيره غيركن، اللي بيهمه من هالمشروع انه يجيب له مصاري، وطبعا انا برايي انه هالشيء ما له غلط. رضا بيك مشان المصاري مستعد انه يعمل اي شيء، حتى اذا كان هالمشروع مفيد او مانو مفيد. اما نحنا منحب نشتغل مو مشان المصاري، نحنا بهمنا يكون شغلنا ناجح، ما بتهمنا لا السرعة ولا الكمية بالانتاج، مشان يصير لنا اسم. طيب انا رح كون معكن واضح وصريح، انا بالعادة بحب السرعة بالشغل. المهم خلونا نروح على الاجتماع. إيه، انت على شو مستعجل؟ مو حكينا بالشغل وخلصنا؟ خلينا نضل شوي، شو رأيك؟ ما بدكم تتابعوا تنظيم عرض الأزياء؟ هلأ بتصل وبتطمن عليهم، لسه في يومين للحفلة. مثل ما بدكم، خلينا نتفتل شوي باليخت لكان، من كتر الشغل ما عم لاقي فرصة، خلينا نتسلى شوي. إيه خلص بقى سهاد، الشي الأكيد إنه عمي ما رح يلاقينا. رح أحكي مع إيلول مشان ما تقلق. الله يوفقك. هلا ما رح أقدر أحكي لك شي على التليفون،
بس تجي بخبرك كل شيء انت انتبهي لشغلك هلا. يلا خدي احكي مع ايلول. ايه منيحه منيحه، لا تخافي عليها. خدي بنتي. امي يا روحي انت كيفك؟ انا منيحه، اسفه لاني حكيت شغلات ما كان لازم احكيها. مو مشكله، لبقى تحكي اسرار البيت. اللي صار صار، شو رح نعمل؟ اصلا كل الناس احيانا بيحكوا شغلات ما لازم يحكوها. بعدين انتي ما حكيتي غلط، ماشي؟ شكرا كتير امي. ليكي ايلول، نحنا مكان اجتماعنا شوي بعيد حبيبتي، مشان هيك رح اتأخر حتى يمكن ابقى برا للمسا. بقى فيكي تبقي عند ستك؟ ايه فيني. ماشي يا روحي، انتبهي على حالك، المسا بيجي باخدك. باي باي. حميدة ناوليني الملح، الأكل ناقصه ملح. ايه شو عم تعمل رضا بيك؟ رشيت كتير ملح فوق الأكل. هلأ بيرتفع ضغطك رضا. تركيني حميدة، أصلاً كل شي عم يصير بهالبيت عم يرفع لي ضغطي على الآخر. ما وقفت على الملح يعني، هذا على القليلة فينا نتحكم فيه. بس الملح كتير مع الأكل بيضر رضا، مشان هيك لا تكبر الأمور كتير. أنت زلمة عاقل وصحتك عالي العال، كل شي زيادة ما له منيح. القصة مانا سهلة مثل ما أنا مبينة، يعني أنا رأيي من رأي عمي، هالشي بيمسنا كلنا. لو إنها كانت شغلة خاصة ما كنا تدخلنا، بس هي الشغلة بتمس شرف العيلة كلها. أيوة، أنا برأيي إنه كلامك غلط. هلا ما قتلت حدا ولا سرقت شي ولا كذبت، نحنا لازم نكون واقفين جنبها، مو نحاربها ونحاسبها على هيك شي. وسهاد شاب منيح واتنيناتهم واعيين، وانتو بتعرفوا انهم عم يشتغلوا مع بعض ولازم يضلوا سوا. هنن مو متزوجين، بس مو هذا المهم. بعرف انه هلا عم تفكر صح وانه عارفاني منيح شو بدها. وفي شغلة مهمة، احيانا نحنا منخطط لشغلات ومنستنى الوقت المناسب لنعلن عنها. هلا ما قالت انه ما رح تتجوز، عم تقول انها بدها شوية وقت. اي مزبوط، لكن الله يوفق لنسفق. طبعا انتو شو اللي بهمكن؟ شو فارقة معكم؟ العالم رح يحكوا علي أنا، رح يقولوا تركت بنت أخي على حل شعرة، ورح يقولوا هربت مع واحد، وقتها رح تجيني الجلطة، بلكي بنشل وبتصيروا تشيلوني على الحمام. وبعدين معك بابا، أنت بعمرك ما اهتميت إلا برأي العالم، بعمرك ما اهتميت برأينا وما فكرت نحن شو بدنا. همك الوحيد شو بدهم يحكوا الناس عليك. شي مرة اجيت لعنا وقلت لنا يا أولاد أنتوا شو رأيكم؟ يمكن صارت بس أخذت برأينا شي. نحن منضل منحكي مع بعض بس على الفاضي، من دون ما يكون في نتيجة للحكي اللي عم نحكيه. ايه ما بيهمك بالدنيا غير حالك وحكي العالم، قضيت عمرك عم تلحق حكي الناس. خراس ولا بياع العوامة. بياع العوامة رح يوسع شغله ويجيب سيارة، واصلا انا رح اعمل العوامة. ها شو رأيك مرتي؟ مثل ما بتشوف انت يا عمري. روحي يا روحي. لك مرتي الأمورة. حميدة شوي تاني رح ينفجر راسي، فايتي على غرفتي مشان كمل شغلي. امي اي شغل هاد؟ ما بتعرف شو عم اشتغل؟ مصممة ازياء. لا تطلع فيني، انا ما عاد لي علاقة بهالبيت. لك ابني مصممة ازياء، يعني اللي بتصمم الموديلات، المصممة هي الخياطة. لا مو هيك القصة، نحن عاملين حفلة عرض ازياء لمنتجات كبيرة، وكل عارضة رح تبلش بشي مختلف، وكل موديل رح يكون بيرمز لشي خاص. لكن أنا شو قلت؟ تصميم موديلات. هداك شي تاني، بس هذا شي خاص إله معنى تاني. حاجتكم فزلك وحكي بلا طعمة بقى يو هالخصوصي. مو خصوصي ستي، خاص خاص. برأيي جيتنا لهون كانت فكرة كتير حلوة، يعني ما ضيعنا وقت وحكينا بالشغل وانبسطنا، كانت مثل رحلة شغل. عن جد كانت طلعة حلوة، أنا من فترة طويلة ما طلعت بهيك رحلة مع حدا. معك حق، أحياناً الشغل بياخد وقتنا. الحياة حلوة لما نعيشها بمرارتها وحلاوتها من غير ما نحسب حساب شي،
حلو يكون الواحد غني وعنده كتير أشغال، بس بعدين بس لما بيجي اليوم يلي بتلاقي حالك فيه لحالك بيكون الشغل هو الشيء الوحيد يلي راح ينسيك. كل واحد فينا له حكاية مختلفة، لا تحكمي على الناس من خلال مظاهرهم. بتشكركن على هالصحبة الحلوة والوقت يلي قضيناه. أنا خليني أقوم هلأ، لازم فوت نام. فيك تحكي لنا؟ حكي لنا حكايتك، عرفت عنا كل شي خلال هالفترة اللي عرفتنا فيها، عرفنا عليك أكتر. أنا بعتذر، الليلة حلوة كتير وهالصحبة أحلى، كنا مبسوطين بلا ما نعكر الجو بشوية قصص بتوجع الراس. بعدين أنا هون، لا تخافوا، رح تجي مناسبة تانية بحكي لكم. لؤي بصحتك. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. وانت بخير. حميدة يلا قومي نامي بقى، قومي نامي انت كمان. يو شو صاير معك؟ ما عم اقدر. كيف ما عم تقدري؟ شو بدي يعني شوية قص وخياطة؟ صار لي ساعة ما عم اقدر اعمل اي شيء، ما عم يخطر على بالي اي شيء، حتى عم حس ايدي مربطين. منظر المقص والابرة عم يخوفوني، خايفة امسكن واجرح حالي، وكل مرة بتطلع بمعزورة الخياطة بتخيلها حية وبدها تجي تخنقني. شو اللي عم يصير معي؟ جيب رصاصة مشان نسكبها. ليش مين اللي نصاب بالعين؟ بعدين من وين بدي جيب رصاصة هلا؟ جيبيها بسرعة والحقيني لكان، عم بسناكي عند حميدة. ايه حميدة نصابت بالعين؟ دخلكن على شو؟ انت بتقدري تخيطي اصلا، هاي شغلتك بنتي، ما في شي بخوف بنوب. يا مرت عمي الظاهر انها مصدومة. ومن شو بدها تنصدم بقى؟ هاي حالة فيزيائية بتتسمى الصدمة، بيفقد الواحد حماسه وبيفقد موهبته. يعني منكون متحمسين لنعمل شي فجأة منحس انه ما فينا عليه، وهي ما بتصيب غير الناس المتميزين، بتصيب مثلا المخترعين والادباء والرسامين والشعراء. لا تبدشي تخبصي بالحكي رقية، شو بفهمها هي بالشعر ولا بالرسم؟ المخلوقة صايبة عين. ها تعي 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 حفيظة، بلكي نفك هالعين، وانتي يا ريت تعيرينا سكوتك. بس ما لقيت رصاصة، آخر مرة استعملناها كرمال أنور، بس وين حطيناها؟ ما فيني اشتغل أو حتى أفكر، ما رح أقدر خيطهم لهالتياب. يا ربي دخيلك، ما عاد طلع بإيدي أعمل شي، حاسة حالي نسيت كل شي فجأة. مو قبل شوي كنتي متحمسة تصيري مصممة أزياء، شو صار لك هلا؟ لا هي مو أنا، هديك حميدة مو أنا، أنا وحدة تانية. لك ما فيني حرك إيدي، لوين بدي روح ولمين بدي أشكي حالتي؟ خالة حفيظة بدي أمي. يا روح قلبي أنتي، ليش ما اتصلت فيكي أمك وخبرتك إنها رح تتأخر اليوم؟ بس ما طولت معها بالحكي، وأصلاً كنت بدي أسألها كم سؤال. سأليني أنا يا عمري، أنا رح جاوبك. ما بيصير، هي يلي بتعرف الجواب، بدي أمي تجي هلأ. أيوة أنا بدي هلأ كمان. شو؟ أي نعم، حاسة إني إذا حكيت معها هلأ شوي رح ترجع لي ذاكرتي وشجاعتي فورا. هاي البنت مرات بتحكي لي شغلات بتخلي الواحد يتحمس ويتشجع للشغل. بدي أحكي مع أمي. بدي أحكي مع هلأ. وين هلأ؟ خليها تطلع. يا عيني الكل صار بده هلأ. هلا لساتها ما اجيت. سمعتكن عم تحكوا. تعرفوا انا شو عم اقول؟
إنه كلنا نروح ننام، بلكي منرتاح شوي ومنهدي أعصابنا وبكرة الصباح رباح. الدنيا صارت ليل وتأخر الوقت، شو رأيكم؟ والله كلامي مزبوط ما هيك؟ يلا حبيبتي أيلول تعي نروح على غرفة يلا ننام. يلا بنتي، يلا قومي، يلا لشوف تعي. يلا بخاطرك. بخاطرك نلتقي بالشركة إن شاء الله، بس إذا ما قتلني عمي. ماني حابب أتركك تشوفي لحالك، تعرفي شو؟ رح روح معك مشان أنا أشوفه ويعمل يلي بده إياه، مو فارقة. طول بالك، أنا بحكي معه قبل، هلأ بيكون رائق شوي، بس إذا رحنا لعنده أنا وياك سوا رح يعصب كتير. خايف يعصب عليك ويحكي معك حكي دايق. طبعا، ليش؟ انا ما بعرف عمي، بيكون هلا قاعد وعم يستناني لاجي. شايفين شو عم تعمل ولا مو شايفين؟ لا مو شايفين. شفتوا كيف هربت مع الزلمه؟ راح تبهدلني قدام العالم باخر عمري. والله انت اللي بهدلتنا وفضحتنا لما رحنا وتخانقنا مع الجان خانو. يعني اللي ما كان يعرف بالقصه صار يعرف. الجان كمان زودته وكبرت بالحكي. على كل حال هدول اتنين إلهم حساب عسير، يا ترى لوين هربوا؟ يعني لوين بدهم يهربوا؟ هن أكيد هون، هلا ما رح تترك حفلة عرض الأزياء. إيه لكان؟ يعني بركي كان لازم أغراض للحفلة؟ إيه بقى راحت على أزمير مشان تشتريهم. بلكي راحت مشان تجهز حالها. ها قصدها سيارة، السيارة في موديلات جديدة جاية ويمكن راحوا مشان ينقوا شي وحدة. والله لجننوني بالأخير، صبوا لي شاي أحسن من هالعلاك الفاضي هلأ. حفيظة، بعد ما تخلصي شغل خلينا نتدرب شوي، ضروري نعمل بروفا للحلقة، يعني أحسن ما نتلبك قدام الكاميرا. تخيلك، لشو البروفا؟ القصة ما أنا مستاهلة، ما أنا مقضية كل عمري بالمطبخ، شو هاي أول مرة؟ أكيد مو أول مرة، بس بيكون أحسن لو عملنا بروفا مشان يكون أدائنا ومهارتنا أعلى. نحن ببرنامج على الهواء وما بيصير نغلط، بقى لازم نعمل بروفا. يلا أنا قايم، يا دوب لحق جهز العوامة، مبارحة تعلمت أعملهم، رح جهزهم لحالي واليوم تشوفوا كيف شغلي رح يكون. إن شاء الله ألف صحة وعافية للكل. أنا هلأ مضطرة أستأذن منكم، بس لا تخافوا رح كون معكم على الهواء ببرنامجنا الصباحي. عفواً، ببرنامجنا الصباحي على الشاشة، إن شاء الله ما تنسوا تشوفوني. بعد ما خلص فطوري رح أطلع دور على هلا ولاقية. حنان؟ هي أنتي؟ ليش خفتي أول ما شفتيني؟ ما بعرف شو بدي أقلك، ليش أنتي مانك عارفانة شو صار؟ رضا بيك إجا لعنا وسأل أمي عنك وعن أخي كمان، مفكرينكم متخبيين عنا وكان معصب، تخانقوا مع بعض وكبروا بالحكي كتير. والله غريب، اتصلت فيهم وما حكوا لي شي من اللي صار مشان ما أتوتر. أوف، لكان القصة كبرت ما هي؟ ايه كبرت، وأنا بعرف أخي ما بيعمل شي غلط بنوب. عمي خبص بالحكي ما هي؟ والله ما بعرف إذا كان عم يخبص، أنتي قولي لي إذا كلامه مزبوط، أنتي وأخي عم تناموا بنفس البيت؟ إيه مزبوط حنان، عم نبقى سوا بنفس البيت. أنتي مو بتحبي حسان؟ شو هالسؤال هلا؟ طبعاً أنا كتير بحبه. إيه كتير منيح، أنا وسهاد منحب بعض لهيك عم نكون سوا، مثلكن تماماً. لا تواخذيني هلا، بس أنا لازم روح على الشغل هلا. طبعاً مو مشكلة، لوين رايحة؟ بدي روح لعند رقية، رح تدبر لي شغلة. ضروري لاقي شغل، بدي ساعد زوجي بالمصروف. برافو، اشتغلي اشتغلي، نحنا كمان بدنا حدا يشتغل معنا بالمكتب الجديد. حنان إذا بتحبي تعي اشتغلي ولا تاكلي هم، أنا بدبرك. الله يسلمك هلا، بس رقية قالت لي تعي اشتغلي بالتلفزيون، اتفقت أنا وياها ومو حلوة انسحب أبدا. مثل ما بدك، إذا شي يوم غيرتي رأيك نحنا موجودين. آه بس لو يسمعك حسان، قال لي إنه ما عندي مؤهلات وليك ننعرض علي وظيفتين وما حدا قدي. Thank you.
ايوه شو هذا خالتي حفيظه؟ معقول خطك شو بشع؟ معلقه صغيره ملح. ايه فهمت عليكي، بس قديش لازم نحط ملح فوق السمكه؟ كاسه شاي وحده وتكون معبايه على الاخير. وهي عبينا معلقه. لك لا يا قصدي كاسه شاي. وهي الملح، ولازم نحط كل ظرف الفانيليا فوقهم كمان. ايوه وهلا شو كمان؟ نضع القليل من عصير الليمون. ايوه شو فيها اذا كترنا يعني؟ خلي النكهه تكون واضحه. وبخلطه شو عنا كمان؟ بعدين منعجن العجينة جيداً. باخد بإيدي عجينة. شو هاد؟ طلعت كتير رخوة. يلا بسيطة بيمشي الحال هيك، ونقليها جيداً. في واحدة طالع شكلها مثل الجرو. لا تقولي مثل الجرو، حرام هي نعمة. مثل اللعبة، مثل السيارة. يلا اطلعوا لبرا، لا تلبكوني، بلا ما تنزعوا لي الشغل. يلا لبرا يلا. خليني شوف. شكله بيشبه زوجي الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالقصة هي. خلص ولا يهمكن، أنا رح حل الموضوع، رح أحكي مع عمي مشان نتفاهم. لك هدول هربانين، لا سائلين على الشغل ولا على عرض الأزياء، بس رح لاقيهم وخليهم يعرفوا قيمتهم. شو صاير لك من امبارح ما عم تهدى؟ شو رح تعمل يعني؟ شو متوقع أمي؟ رح أروح ربيهم من أول وجديد. اهدى رضا، روق شوي، بلكي إجوا واعتذروا منك. نعتذر؟ ما فشرت عينه؟ وحتى لو اعتذروا ما رح أقبل اعتذارهم، لازم يتعاقبوا على الشيء اللي عم يعملوه. ركضي ركضي. شو عم تعملي؟ على أساس بدك تحكي معه؟ هلا بوقت تاني. شو صار؟ حكيتي مع عمك؟ لا ما قدرت احكي معه، كان معصب. شو صار؟ احكي انا معه؟ لا اوعك، لساته معصب، اذا شافنا هلا رح يكسر لنا عظامنا. بقى خلينا نصبر شوي قبل ما نحكي معه. لا تنسي انه عنا شغل وعنا حفله كمان، وبالنهايه الزلمه شريكنا، مضطرين نواجهه ونحكي معه. ما بعرف كيف رح نتصرف، بس بترجاك لا تعمل شيء لحالك. ماشي وعدني. ماشي مثل ما بدك، رح استنى كم يوم وانطر، بس بعدين رح احكي معه اكيد. هلا طيب هلا رح نستنى، بلكي بقدر احكي معه بهالفتره. شو بدك تحكي معه؟ على كل حال منشوف، رح نلاقي شي حل. يلا بشوفك. انتبه على حالك. سهاد. هلا. شكرا كتير، انا بحبك. وانا كمان بحبك. امي. ايه كيف الحلو حبيبه قلب ماما. منيحة، بس ما قدرت نام مبارح. ليش يا عمري؟ بس هنن ما استسلموا ولا خافوا أبداً، آخر شيء قدروا يهربوا من الساحرة الشريرة ولقوا بيتهم بالغابة. مشان هيك ما قدرتي تنامي؟ سمعتي القصة قبل ما تنامي؟ طيب هنن شو صار فيهم من بعد ما لقوا بيتهم؟ تعي نشوف. ها بعد ما شافوا أبوهم انبسطوا كتير، وهو انبسط كمان. شوفي شو حلوين كيف عم يحضنوا أبوهن. طيب وبعدين؟ بعدين شو؟ أبوهن ما رح يتركن لحالهم بالغابة مرة تانية؟ لا أبداً. وإذا أمهن تركتهم؟ الأمهات ما بيتركوا أولادهم، أحياناً بيتركون شوي بس ما بيطولوا عليهم، بيكونوا رايحين على الشغل، بس يخلصوا دغري بيرجعوا بيفتحوا إيديهم هيك مشان يحضنوا أولادهم. حبيبة قلبي يا عمري أنتي، بحياتي ما رح أتركك. Aylar, mevsimler, yıllar geçecek. Unuttuğunu sanacaksın. Apansız bir gecede, ter içinde uyanacaksın. Yüreğin yanacak. Kulaklarında sesim olacak bazen.
bildik resimler. Seni benim gibi sevmedi kimse. Er geç anlayacaksın o yıllardır. Gün gelir hesap sorarlar. Kapatacaksın, kapayacaksın beni de. Sorulduğunda merak ettim, ne cevap bulacaksın? Anılardır gün gelir hesap sorarlar. Kapatacaksın, kapayacaksın beni neyle değiştin? Sorulduğunda merak ettim, ne cevap bulacaksın?